لأمي لأمي تعيشهم. هلا شغلنا هون بالمعمل من الساعة 8 للساعة 4. أحيانا في صعوبات، أحيانا بيكون الشغل كتير قليل، يعني الراتب عم يكفينا يعني شي 15 يوم، بين أجار مواصلات وبين مصروف البيت. اليوم في معمل للحفاضات، هذا المعمل يوفر فرص عمل للشباب كما يوفر حاجة المنطقة من الحفاضات، كما يهدف المجلس المحلي على توسيع المنشآت الإنتاجية في هذه المنطقة. نسعى جاهدين إن شاء الله لزيادة الماكينات بالتنسيق مع والي جرابلس.